شوكت احمد شوقت محمد رزق، المركز الاول بمجموع 409.5، مدرسه الشهيد محمد مروان عبد الله عرفه القريوبيه شبين القناطر، مصطفى محمد السوديمي، الشهيد مصطفى لطفي سلامه الاول مكرر 409.5، الشهيد مصطفى لطفي سلامه الملوكيه الشمولي. الطالبة نورين عماد الدين حافظ حجاج خيرة، مدرسة محمود عزة الثانوية بسرس الليان، سرس الليان المركز الأول مكرر المجموع 409.5، محمد سيد هلال الأول مكرر ب 409.5، مطاي الثانوية بنين البنية مطاي، محمد سلامة أحمد إبراهيم سلام الأول مكرر 409.5، شاكر فرج الثانوية بنين البحيرة أبو حمص، الزهراء جمال سليمان الأول مكرر 409.5، فاقوس الثانوية بنات الشرقية فاقوس، كرولوس مرشد إبراهيم غطاس الأول مكرر 409.5، يوسف الجلالي الثانوية بسنة المنيا ملاوة، رحمة أشرف محمد أحمد الأول مكرر 409.5، الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات المنيا مغارب، عمرو محمد عبد الراضي حسين الأول مكرر 409.5، مدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين أسيوط ديروت، يوسف محمد محمود عبد المجيد الشهيد الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين طمة سوهاج مركز طمة 409.5 الأول مكرر، عمر محمد 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 عمارة المتفوقين الثانوية بنين عين شمس نشوة الزقازيق، نشوة الزقازيق الشرقية ده عنوان الأرض، بعد كده الأول مكرر المجموع 409.5، أحمد عادل محمد محمد الأول مكرر 409.5، أبو بير الثانوية بنين الشرقية أبو بير، أحمد خالد محمد صلاح الدين قطب المتفوقين الثانوية بنين القاهرة عين شمس الأول مكرر 409.5، علي نايل عبد الحميد زكي جيل المستقبل الخاصة الأول مكرر 409.5، سهاد خميس، ندى حمادة يوسف حماد سهرجة الصغرى الثانوية المشتركة أجا الأول مكرر 409.5، محمد علي محمد حسنين أحمد مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة الدقهلية 100 غام الأول مكرر 409.5، ده شعبة علم علوم، نبدأ في علم رياضة وعددهم 17. الطالب أحمد علاء مسامح جمعة المدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية الأول مركز الأول في مجموع 409 الفيوم سلورس، الطالب أحمد شعبان أحمد عبد الحميد الشيني المتفوقين الثانوية بنين الأول مكرر في مجموع 409 القاهرة عين شمس، شريف كمال عبد الحميد سالم الأول مكرر 409 المنشآت الكبرى الثانوية المشتركة الأليوبية كفر شكر، ديفيد ميشيل شفيق ناصر الثانوية العسكرية أسيوط الأول مكرر 409، ندى عبده بدوي عبد القادر حلمية الزيتون الثانوية بنات القاهرة عين شمس الأول مكرر بمجموع 409، ندى حسين إبراهيم محمد حبيب بورسعيد الثانوية بنات الأول مكرر 409 بورسعيد شرق بورسعيد، زياد عمر محمد حسن أبو بكر الرسمية المتميزة لغات القناطر الخيرية المركز السابع 408.5، يعني الأول مكرر ده حاجز الأماكن فده بعده على طول فبقى المركز السابع، عمر جمال محمد العربي أحمد حمادة جمعية الشبان المسلمين الخاصة بنها المركز السابع مكرر 408.5 القريوبية بنها، أروى أحمد دمعي محمد السابع مكرر 408.5 الشهيد محمد وحيد حبش الثانوية بنات المنيا المنيا، مصطفى محمود فتح الله عبد السميع
الشهيد أشرف جامل هادي عجاج. عجاج دي عندنا بقى ماشي. السابع مقرر 408.5. البلدية بنها طالب مصطفى محمود فتح الله عبد السميع. المدرسة هي الشهيد أشرف كامل هادي عجاج. الطالب عمر عبد العزيز عبد الفتاح. أيوة عمر عبد العزيز عبد الفتاح أمان. السابع مقرر 408.5. جمعية سيدي جابر الثانوية لغات الإسكندرية وسط الإسكندرية. الطالب عبد الله السيد عبد السيد. السابع مكرر 408.5. مجمع هدية الرسمي لغات الشرقية هدية. الطالب محمود مراد عبد الفتاح المنصورة الثانوية بنين الدقهلية غرب المنصورة. السابع مكرر 408.5. سامر ولاء جبرة عبد الله المنية الثانوية الجديدة بنين. السابع مكرر 408.5 المنيا المنيا. مهاب ناصر احمد عبد الجواد. السابع مكرر 408.5 المحافظه الجيزه اكتوبر. الطالب محمود عبد العزيز امام محمد الشناوي. المدرسه الشهيد اسماعيل خليل الثانويه المشتركه كفر الشيخ سيدي غازي. الطالب محمود محمد سيف النصر. المدرسة الشهيد حسن عبادي عباس الثانوية المشتركة قنا الوقف. السابع مكرر 408.5. الطالب محمود محمد سيف النصر. ده اتقال اخر واحد ده صح؟ ده بتاع اللي هو رسلان ده اتقال مش كده؟ طب انت قلبت ليه؟ الطالب محمود محمد سيف النصر رسلان. السابع مكرر 408.5. الشهيد حسني عباد الثانويه المشتركه الى الوقت. ده سؤال. نخش بقى على الشعبه الادبيه وعددهم ايضا 17. الطالبه دنيا هشام محمود النجار. سبات ابيولا الثانويه بنات. الاول على الشعبه الادبيه بمجموع 409 القاهره شرق مدينه ناصر. اسم المدرسه اللي بتقول فيها ده بس خلينا نشوف اسم المدرسه ده بعدين يعني انا معلش. الطالبه شيماء محمد جاد حامد. الثاني ادبي بمجموع 408.5. الأرمان الثانوية بنات الجيزة الدرة. منة الله حسين صبيح. اسم المدرسة أيوب الثانوية البنات الأيوبية أيوب الثالث بمجموع 408. ميرنا رفيق بولس جندي نوتردام. المركز الرابع بمجموع 407.5 القاهرة الزيتون. ريني ماهر نبيل الراعي الصالح الثانوية. الرابع مكرر بمجموع 407.5 القاهرة رونس بركة. الطالبة غدير إبراهيم حلفي. الرابع مكرر بمجموع 407.5. اسم المدرسة محمد بهران الثانوية الرسمية بنات الباب الإسكندرية شرق الإسكندرية. الطالبة رنا أشرف محمد حامد. المدرسة حافظ إبراهيم الثانوية الرسمية للغات. الرابع مكرر بمجموع 407.5. اسم المدرسة حافظ إبراهيم الثانوية الرسمية القاهرة الساحل. الطالب محمود محمد صبحي زكي الأكاديمي شهيد السلام الثانوية. الرابع مكرر 407.5 كفر الشيخ شلل كفر الشيخ. نديم الطالبة نديم أحمد هاني محمد أحمد طلائع الكمال الخاصة. التاسع بمجموع 407 القاهرة شرق مدينة ناصر. الطالبة هاجر غامدي الشحات السيد. التاسع مكرر بمجموع 407. اسم المدرسة الصوة الثانوية المشتركة الشرقية أبو حماد. الطالبة مريم محمد مصطفى مصطفى بمركز العاشر بمجموع 406.5. اسم المدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات الدقهلية غرب الدقهلية. الطالبة آلاء أيمن إبراهيم عبد الرحمن.
العاشر مقرر بمجموع 406.5 المدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات الملوك المنوفية الأولى. الطالبة دعاء مهران البنات في الأدبي يعني شدتني حلوة. الطالبة دعاء مهران محمد محمود مهران العاشر مقرر المجموع 406.5 شهيد ملازم أول قوات حسين الأحمر محمد أشرف المحافظة على القاهرة شارك مدينة نصر منة الله عبد الله عبد الناصر محمد عبد الله الدجمون الثانوية المشتركة العاشر مقرر 406.5 الغربية كفر الزيت. واصل الأدبي الطالبة ندى أيمن عبد الرؤوف نبوية موسى الشروق القاهرة بمن العاشر مقرر 406.5 الطالبة هاجر حسن محمد المدرسة حميدة الدين الثانوية العاشر مقرر 406.5 المنيا مدى بشار الطالب بشار شعبان الفريد الاسم المدرسة عبد المجيد عامل الثانوية القناطر الخيرية العاشر مقرر المجموع 406.5 مكفوف الجمهورية الأول منة الله خميس حد حسين علام المدرسة النور الثانوية البنات بمحرم بن وسط الإسكندرية. بالمناسبة هذه البيان كانت لم تدرك في الأوائل ولكن توجيهات السيد الوزير انها لابد ان تدرك سواء الدم سواء المكفوفين سواء الاستم فالحقيقه السيد توافق على الفور لان ايه احنا ما فيش تمييز كل دول ولادنا والحقيقه يعني شكرا للسيد الوزير. منة الله خميس حسين علام النور الثانويه البنات المحرم في الاسكندريه وسط الاسكندريه الاولى على مكفوف الجمهوريه بمجموع 406. نيجي للدم بقى الدمج ندى شريف احمد منصور المنسي اختها نديم شريف احمد منصور المنسي الدقي الاثنين الاول على طلاب الدمج بمجموع 410 من 410 وحيدين اللي حصلوا ده دي نوضحها بقى لو طالب الدمج ده اللي عنده فقر من العصا حد معين وبيدرس مع زمايله الاطران لكن بيبقى امتحان تلاقي شويه في الصور البصريه وده حق الدوله انها توفر له مكان في التعليم الطبيعي. خلي بالك بقى من اللي انا بقول مع اولاده الاشياء هنا بقى الدمج المفهوم الشامل عشان ده حق الانسان في التعليم. فالحقيقه مره ثانيه نادين شريف احمد منصور المنسي الاول مكرر 410 لاروز ديليز ديليزيه لغات بنات تنجيز الدقي واختها ايضا ندى شريف احمد منصور المنسي. نيجي بعد كده لمدارس ستيم الحقيقه عندنا علم علوم وعلم رياضه مينا اشرف جميل صليب الاول على مجموعه علم علوم بمجموع 666.13% المتفوقين مجموعها مختلف عن المدارس الثانويه فده مجموع ثاني مختلف طالع الاول ومن محافظه الاسماعيليه ومن شمال الاسماعيليه. شعبه الرياضيات الاخيره شعبه الرياضه سيف الدين محمد النسيوني ريني مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين كفر الشيخ شرق كفر الشيخ فده الاول على شعبه الرياضيات بمجموع 670.47% عايز اقول حاجه ان دول من الاقاليم زي ما السيد الوزير قال لا القاهره ولا الجيزه حتى في ستيم اللي هم كانوا يعني بدات ستيم بدات بالقاهره والايه والجيزه فواحد من الاسماعيليه وواحد من كفر الشيخ. شكرا جزيلا والف مبروك لكل هؤلاء الطلاب